صحيت هنا الصباح، يعني بصحى الساعة 5 صباحا وبصلي، وبعد ذاك اهو بركب العربية بمشي في موقف بتاع باصات بتمشي المطار، بجيب في الموقف، بوقف بقرش العربية في الموقف بتاع المطار هناك، وبركب الباص بتاع المطار بمشي المطار، بمشي ببدأ اليوم بتاعي، يعني ببدأ من الصباح لغاية الساعة 3:30، 3:30 بطلع من هناك، يعني زي 4:30 بكون وصلت البيت وكده. انا بشتغل في المطار، وفي المطار هناك بسوق العربات الصغار اللي هو بيشيلوا فيها الناس من اللي هو من البوابات بتاعت المطار، جوه من بوابة لبوابة، وبعد ذاك برضه بنشيل الناس اللي ما بيقدروا يمشوا، بنشيلهم في اللي هو الويل تشير، اللي هو الكراسي بتاعت الناس اللي ما بيقدروا يتحركوا دول، نشيلهم من جوه الطيارة، نمرقهم بره، بنحطهم في العربية دي ونوديهم محل الطيارة التانية، لأنه الواحد بيجي بيغير من طيارة لطيارة، بيكون ماشي محل تاني وكده. أعمل الشفاعة اللبن يشربوا ويلبسوا يمشوا المدرسة، وبعد ذاك أنا بطلع الساعة 8:28 بركب الباص من هنا وبمشي شمبر شغالة في فم الضرر 4 ساعات في اليوم، بخلص الساعة 1، الساعة 2 أنا بكون في البيت. بعد ذاك بيجي يعني بعمل الشفاعة أي حاجة عشان لما نيجي من المدارس، والحمد لله رب العالمين. احنا نحسي الصباح لما نصبحه صباح نقوم نجهز الايال للمدرسه، نجهز لهم حاجه كده الصباح ياكلوها، ويمشوا نطلعهم يركبوا الباص، نركبهم الباص ونرجع نيجي كمان نجهز حاجاتي حقه الاكل، يعني نجهز خضاي بتاعه الاكل بتاعه الشغل ونشيله معي، وتاني نمشي انا برضه نمشي الشغل لحد المساء. بنرجع من العمل كمان بنيجي ناخد لي حناية حمام ونخير، كمان تاني نرجع نمشي المدرسة المساء، نيجي من المدرسة الحمد لله بس نصلي وكمان ننوم، والصباح كمان نمشي. يعني حتى اليوم ده بيبقى لنا قصير، يعني اليوم ده بعد لنا سريع خلاص. قاعدين نمشي بقرآننا، هما قاعدين بدون كتب ولا شنو، إلا نمشي بقرآننا ونجي بقرآننا. وحين كمان قاعدين نمشي بالباص ونجي بالباص، هناك كمان كتب الترور بستشيل. وأنا عارف أي زول فقد مشينا مدار سراكو كده، يعرف مشينا رجزات كده، ما نعرف في زور وثاني كمان ما نعرف انجليز ذاته كده. كم بنا واحد كده اسمها جيسيكا، جيسيكا راكا كما شيء محل لك فوديني ساسا، قال كده انت وسيهام رفقان امشي سوا وشنو، قال كده محل لأي ماشي محل ماشي لك نمشي سوا، وكان ماشينا بخانة ذاته نمشي سوا. وبالنسبة للأطفال هو الهدف الأكبر لنا، لأنه ديل هم أجيال المستقبل، ونحن نهتم بهم اهتمام شديد حتى أنه يجوا هنا يتعلموا، وفرص بتاعة التعليم هنا واسعة جدا، فالناس ما تتخوف، لأنه هنا الأطفال بيتعلموا اللغة الإنجليزية بسرعة جدا، و يعني أحسن من الناس الكبار. ما إلى مارا من ما جندا مارا وهو أمارو
ولا رنجك دو أوسند ولا إنجليز أوسند ولا غيره يعني ما تقدرو من جهلا أيهن تنه ولا دو تيندو أي أكنده ولا دو سولا دو مينغكو ولا كأني بسني كورن كورن لانغرو لانغرو مورن توالا ما أوسند يعني نساك دا دو تيدو توم من جتكي كده ده ميري يعني من ده. والله بداية طبعا تجي حياة صعبة ولأنه المشكلة الأكبر اللغة لأنه أنت ما تتكلم الإنجليزي تمام هو ده المشكلة بواجهنا وواجه الآخرين ومن الصعب واحد يكون تعلم اللغة لما يجي استراتيجيا هيستمر من تعلم اللغة يبقى له حياة سهلة شوية لكن الصعوبة أكثر شيء يعني واحد جاء جديد وما يعرف اللغة هو هذا الصعوبة شوية يعني الناس إنسانة جديدة جاي في أمريكا وأنا وجاني هذا كلام مزبط يعني إنه لغة ما دق اللغة وكان لقي صعوبة باللغة يعني حتى أمشي مستشفى واحد مترجم ما أمشي للمكان واحد ترجم لي لأنه هذا اللي وجاني أنا أنا لما جيت لأمريكا هنا كنت حتى لما ركبت الطيارة من القاهرة لحد ما جيت أنا كنت ما بعرف إنجليزي خالص يعني حتى كنت بستخدم البودي لانجوج يعني بستخدم يديني عشان أقوم مثلا أعمل كده وكده لأنه أنا لما درست في السودان درست باللغة العربية يعني ما درست باللغة الإنجليزية حتى كان بلقى صعوبة حتى في كيف يعني أكتب اسمي وكده وحاجات زي ده لكن الحمد لله لما جيت هنا قمت طوالي دخلت المدرسة للغير المتحدثين باللغة الإنجليزية والحمد لله يعني وصلت لمرحلة جيدة جدا يعني بقيت استوعب بقيت أكتب استخدم الكمبيوتر يعني لوحدي بعمل الإيميلات أي حاجة ورغم إن أنا كنت مثلا في السودان بشتغل أستاذة في جامعة جوبا يعني لكن رغم كده ما كنت عندي انجليزي وكان صعب بالنسبه لي فقمت ركبت الطياره مع المضيفه قامت ادتني كريم قالت لي تمسحي يدينك عشان انا ما اعرف انجليزي قمت اكلته انا متخيله ده كريم باكله مع الاكل فكان ده يعني embarrassing day for in my life ده كان يعني حاجه مخجله جدا بالنسبه لي لكن الحمد لله حصل انا عرفت الانجليزي وبقيت فنانه تشكيليه مشهوره والحمد لله والله أصلا حياة يعني أنا طبعا أول شيء قراية وأمل الإنسان شنو تحصل حياتك اليومية أو تندمج على الناس مثلا شنو تعيش زي ما الناس عايشين أما شيء تخش المدرسة وبعدين يعني حصل الأمل عشان تقدر شنو تبني المستقبل من جديد لأنه كل الراحة يعني خلينا نقول راحة شنو نبدأ من صفر ونبدأ حياة جديدة والله من المشاكل اللي أنا واجهتني هنا بس مشكلة الواحد مشكلة الرائد يعني مثلا سواقة أنا يعني ما عندي عربية كل مرة لما دايرة نمشي مكان ولا دايرة نمشي السوق نساويك ولا كده لازم يعني نتصل لأخواننا هنا الدارفورين القاعدين بيجوا بودوني طبعا الليله كان لو ما فيش اخواننا الدارفورين ده بنطعب بزياده لكن الحمد لله ما قصروا معي مجرد ما دايره نمشي اي مكان هم بيجوا بودوني وكده ده بس المشكله الوحيده يعني ومشكله ثانيه يعني بس الاسره بعيده مني مشكله الاسره يعني امي وابوي واخواني ده المشكله اللي واجهتني انا فعلا انا ساكن هناك محل شغل يعني بعمل مسافه يعني ساعتين من محل اسرتي لمحل الشغل بتاعي فالمهم انا شغال هناك لما يكون يوم العطله يعني مثلا زي سبت واحد انا باجي هنا في الاسره بنوم معاهم يومين وبعدك برجع في محل الشغل بتاعي فالمهم باجي براكم وبرجع وبعد يا اخو حتى انا
يعني من ما جيت عندي سنة بس الحمد لله عملت عربية وبعد يعني كويس، يعني أمورنا ماشي كويس. أنا شغال وقاعد نقرأ وشغال في شركة بتاعت شركة اللحم. بعدين طبعا السواقة ذات تختلف عن السودان وهنا. طبعا هنا انت لما تكون ماشي في الشارع يعني الصورة ذاته طبعا محدد مكتوب في زلط، طرف الزلط كده في يافطة. وثانيا لما تكون تحصل المدينة كمان في يعني سموه حاجة ستوب، يعني لما يعمل أحمر أنت تقف عشان شنو العربات كتير ما يدقك. وثانيا لما يعمل الأخضر ده شارك يعني فتح لك أنت بتمشي. ولما تكون أنت ماشي مدينة لمدينة طبعا ده كمان الصورة ذات بيختلف، ده يكون سرعة زايد تحصل المدينة. في المدينة جوا كمان يحط تمشي بسرعة بسيط. أنا طبعا هناك وهنا ما واحد هنا ذات شوارع ذات طبعا العربات الماشين ذات يكونوا زي شارع يكون زي 3 عربيات تكونوا ماشين سوا وكده. هنا مع هناك وهنا طبعا ما واحد. طبعا وظيفة، يعني وظيفة حاجة ظريفة جدا وحاجة جميلة، لأنك بتساعد الناس دايما. أنت لما تحس يعني إحساس من داخلك، يعني بتحس بأنك أنت ساعدت إنسان يعني ما قادر يعمل حاجة وأنت ساعدته إنه يعمل الشيء، بيكون ده إحساس كويس يعني. فبنقدم مساعدة للناس وفي نفس الوقت أهو يعني ما مجاني، يعني شغل بدون عليه قروش يعني، يعني مرتب وكده. وظيفة جميلة يعني أنا أحبها يعني. الحاجات اللي أنا حبيتها في أمريكا يعني أول حاجة يعني في أمريكا أي زول هنا في أمريكا بياخد حقه وبيعمل واجبه، وكذلك يعني الحاجات اللي الواحد بيفتش عليها أي زول أمنيته إنه يعني لما يجي يلقى شغل يكون شغال وأولاده يتعلموا ويتعالجوا، دي أهم أشياء يعني العلاج والتعليم، ودي اللي لقيناها في أمريكا يعني. كويس. أول كان أنا في مدرسة ما أعرف شيء، كان يعتدى كان مصوص كان سألني ذات ما أعرف، وكده كان يعتدى يال كيدين كان بيساعدني كم عمل يا ترى كم أدوني هم رزات يال بساعدوني كم عمل نتات زات تستي بساعدوني كان وكيد ده أنا كان ما أعرف شيء ما شاء الله يا ترى صرفت يا ترى شيء كده دلك بيجي زملاني. كرسيات كبار طوال كده وتاني كمان ترابيزة كبير كده، هناك بخاري عنده كرسي تاني بيجي كده، عنده كرسي واحد يقول بيجي واحد تاني كا يقول بخاري زيادة، محل كمان كبير بيجي كراسي تاني كان بيجي كراسي زيادة كتير ناس بيجوا باكلوا، وتاني واحد كان يمشي اللعب تاني قدر هما يجوا خلاص زي كان باكل بنته وعمره بيسوي زيادة. الليلة أنا أكلت بيتزا وتاني شربت اللبن وتاني أكلت برتقال. في المدرسة أول ما عرفوا إنجليزي نتكلموا ما نتكلموا إنجليزي و. ما نازل كمان ما بعرف عربي، بس ما تاني نمشي أي نمشي في المدرسة تاني نفهمه يال بيساعدنا، أول كان يال بيساعدنا وأستاذ بيساعدنا، أول كان كده نعمله كده وأسا نمشي في المدرسة نفهم أستاذ بيتكلم نفهم ونرى مع زملائنا بتاعنا ونمشي في الكمبيوتر ونشيل الحصة أدونا أرقام بتاع الكمبيوترات نفط ونخش في الانترنت وعملنا يعني
وبعدين جو من مكسيكو تايلاند and صومال وبعدين من جو من يا القاعدين يعني كتير وبعدين كمان من and China. Everybody was in peace. Good job repeating back. Ay ya ka. Ah ay eran ko akarte mara ko kimin akarte gire ena kimin abi ah doctor ta utiyon ah ustaz ta utiyon ko u kenu gire enan akarte ama gire annan ko e enan ko alhamdulillah ma enan ko kalle enare. Does anybody not understand any number on here? احنا ممكن نقدم يعني نصائح للناس اللي بيجوا امريكا يعني اي زول ناوي انه داير يجي امريكا يعني الواحد ما يعني اهم نصيحه يعني انا بقولها للناس اللي هم تهنا في من دارفور اللي قاعدين في تشاد وفي عده دول افريقيه اذا لقوا فرصه انهم يجوا امريكا ما الواحد ما ياخذ في ذهنه انه هو جاي امريكا دي بيجي بيلقى القروش واقعه في الارض وما احنا لا امريكا انت لما تجي هنا لازم تبذل جهد لازم تشتغل لا يعني عشان تقدر يعني تبني نفسك تتعلم يعني الحاجات دي كلها هنا في امريكا هنا متوفره وفي كميات من البشر هنا يعني امريكا دي ما يعني ما نوع واحد من البشر يعني في كميات من البشر يعني موجودين هنا ودول كلهم بيتنافسوا على اساس انه كل زول يعني يقدر يعيش ويقدر يشتغل ويقدر يعول عائلته وكده يعني فانتوا الناس الجايين هنا تحاولوا انكم تضعوا في ذهنكم انكم جايين امريكا انكم حتجوا هنا الناس بيساعدوكم في الاول لكن في النهايه انت لازم تشتغل ولازم يعني تقدر تعمل هنا. الحياه هنا في امريكا جميله جدا وبعدين يعني احنا سعيدين وجودك وده حس هنا شيء هي الغنيه تساعدني ودي جينيفر ان لما تيجي هنا تلاقوا اول زول السلام عليكم انت بتساعد زوجي كده وكل الاهل وده ماكس ودي جينيفر ودي اخت وده ادم حس هنا بيخدم في نفسه هناك طبعا في السودان المره لازم تشيل الاكل تجيبه للراجل لكن حس الحمد لله هنا يعني ما في حاجه زي هنا لازم هنا انا نصيحتي له بالنسبه لاهلنا واخواننا وامهاتنا واخواتنا وابنائنا الموجودين في دارفور وفي المعسكرات والناس اللي عندهم رغبه بيجوا هنا في امريكا هنا انا بقول لهم انه ما يتخوفوا. You too. Thank you. برضو الناس بعد ما تجي هنا ان احنا كمسلمين يعني هنا في جوامع وفي جمعيات اسلاميه موجوده يعني الناس ممكن تمارس صلواتها وعباداتها ويعني مراسيم الاسلاميه كلها وفي محلات يعني للزي الاسلامي وفي محلات يعني في الأكل الحلال هنا موجود كله يعني الناس ما تتخوف من الجانب ده والحمد لله يعني احنا هنا يعني كأنه عايشين في السودان يعني. أمريكا الناس قالوا كلامات كثيرة جدا جدا وحتى يعني إحنا يعني قالوا لنا لما تمشوا أمريكا بعملوكم عبيد في ناس بيقولوا لا إنتوا باعوكم اشتروكم بودوكم في ناس قالوا بعملوكم قروش أديل وفي ناس قالوا لنا بعقلوكم يعني كلام في الدنيا ده يعني إحنا ما سمعنا ما فيش وبعد يعني إحنا اتوكلنا قلنا من ألوف العالم القاعدين من ألوف الناس ربنا يعني بس اختارنا عن احنا ذا واختارونا عن احنا ماشيين ان شاء الله خلينا نمشوا الليله وياكلونا بكره احنا اتوكلنا على كده والحمد لله جينا ولقينا كلام الناس كل دعايه يعني ما الناس بس انا شايفه يعني ما يسمعوا كلام الناس والناس يعني الواحد لما داير يجي يشوف مستقبله هسه الحمد لله جينا لقينا مستقبل بتاعنا يلا قاعدين نمشي المدرسه جينا شفنا اشياء يعني
من ربنا خليكنا طبعا ولدونا في المدينه وربونا في المدينه، لكن ما شفنا اشياء يعني جينا لقيناها في امريكا الحمد لله. يعني فعلا الحاجات اللي بنسمع والكثير من الـ من الـ من الـ من الناس بيسمعوا في مجال اللاجئين هو الاشاعات. الاشاعات هو طبعا شريك في الانتشار، ناس بيستقبلوها بسرعه وبعض الناس بيعتبروا انها صح. فاكثر حاجه يعني بيبوظ امل اللاجئين وخاصه هم الجدد هو الاشاعات. واحد ما يعتمد على الاشاعات، ودائما الناس المسؤولين عن الملف سواء كان في مكاتب الرسميه او اول افراد واحد يعتمد عليهم، وما يقارن بين المنطقه والمنطقه او المدينه والمدينه، لان الظروف والحياه مختلفه من اي مدينه لمدينه. انا بتكلم عن امريكا، هنا في حريه وفي ديمقراطيه وفي شغل، واحد ممكن يشتغل، واحد ممكن يتعلم، واحد ممكن يقدر يعلم عياله ويساعد اسرته، وما زي دول بتاعنا الحكومات الظالمه يعمل مشكله لزول ولا زول يشيل حق زول بالقوه. وانا بتمنى عنه اي زول مثلا جاءوا برنامج في امريكا هيستقبل، وان شاء الله يجي هنا. الناس بيتكلموا عن انه دوله ما بتاع الناس مسلمين وبعملوا في تشدد، لكن ما في اي حاجه هنا، جوامع كثيره. وانا حسي ذاته جاي من الجامعه الليله يوم الجمعه، وفي حريه الديان، حريه الاديان. والله وسيتي ليه يعني الناس، نتمنى الناس يجوا، يعني الناس يجوا يخيروا حياتهم ويعلموا إيالهم، وحتى هم يتألموا يعني يتألموا أكثر ويستفيدوا من البلد ده ويقدروا يبنوا مستقبلهم ورا. نتمنى يعني كل الناس، يعني كل الناس اللاجئين القاعدين في المعسكرات أحسن يجوا هنا ويخيروا وضعهم. كثير من المنظمات بيشتغل مع بعض في رعاية اللاجئين، مكتب أمم المتحدة خاصة لرعاية اللاجئين ومكتب الهجرة الدولية ثم المنظمات الداخلية. وعندما تصل في مطار من المطارات خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية لما تدخل البلد في المطار تجد المندوبين للمنظمات، وبالتالي تلقى إنه في مندوب يرسل إليك في المطار يستقبلك، ثم يكون في يعني منزل أو مكان مخصص لك في المدينة أو القرية اللي أنت ماشي لها. والله أنا كنت غانا طبعا خشيت غانا 2005 شهر 6 يوم 8 يعني. بعد جيت غانا لقيت صعوبة جدا جدا يعني. بعد اتخرجت من غانا يا حجي الليلة نزلت في أمريكا دخولي كده بس لقيت والله يعني جو. والله ده أنا طبعا جيت لقيت مفاجأة فاجأني مفاجأة يعني أكثر من اللزوم ذاته. وحس أنا والله يعني قبل ما طبعا ما استغربت ذاته. وشايفه كده يعني بلد يكون أحسن أفضل من محل اللي أنا خليته.